أبو أحمد هذا مسؤول، عنده علاقة بشخص اسمه أبو طلحة. أبو طلحة ذا عنده مجموعة جهادية، فهمت، في سوريا، عنده علاقة بتنظيم القاعدة. الحمد لله نمشي لسوريا ونلتحق بالجيش الحر ونقاتل معهم. قال لي راني على اتصال مع شخص في سوريا ذا اسمه أبو أحمد، هو قيادي من قيادين تنظيم القاعدة وعلى علاقة بالجيش الحر. أنا فهد عبد الكريم صالح الفرديس، من ليبيا، أمي حميدة، مواليد 1991، السكن بنغازي. بعد ما شاركت أنا في الثورة الليبية وانضميت في كتيبة المسلم قائم عليها أبو دجانة، هو أحد أفراد تنظيم القاعدة. فبعد ما انضميت إليهم شالوني مباشرة المعركة وشاركت في جدابية، وشاركت في البريغا. بعد ما طاحت يعني جدابي في دينا وعديت البريغا كان عندي فلاش. بعد ما طاحت في دينا روحت وكملت دراستي. بعد ما كنت مكمل، بعد ما كملت دراستي نتابع في التلفزيون في الثورات العربية، منها ثورة في سوريا. فمن خلال اللي شفته يعني في القنوات الجزيرة وصفا والقنوات الدينية، إنه يعني النظام السوري، عرفت، نظام كافر ويقتل في شعبه، وانه واجب عليكم ان تنصروا المسلمين اللي يقدر بالمال بالنفس. فكلمني واحد من اصدقائي اسمه محمد المنفي، هو يعني احد تنظيم حتى ما حتى يتبع تنظيم القاعده. قال لي بما انك يعني عندك خبره في السلاح وشراكه الثوره، ايش رايك يعني نشيلك لسوريا وتقاتل معهم وتساعد المسلمين ضد النظام هذا؟ فقلت له باهي، قلت له ما عنديش مشكله. قال لي خلاص تو نعطيك رقم واحد لقب ابو احمد. وقال لي وهذا تابع للجيش الحر. عديت خذيت التذكرة مشيت طلعت لتركيا اسطنبول. من غادي كلمت أبو أحمد، كلمته قال لي تعال لانطاكيا، وقال لي غادي تو انت. مشيت لانطاكيا وخشينا يعني تهريب، مشي على الكرعين يعني على الأقدام، خشينا تهريب. وبعدها جتنا صف سيارة سياحية تابع لأبو أحمد، فقال أنا تابع أبو أحمد. فجاء خذانا وشلنا يعني اللاذقية، مدينة اللاذقية. بعد ما وصلنا غادي قعدنا يعني تقريبا أسبوعين في اللاذقية، هي تلقينا فيها مع أبو أحمد. شو بيشتغل أبو أحمد؟ أنا مش عارف، لكن هو قال لنا يعني تابع في الجيش الحر، وتابع هو اللي بيربطنا مع تنظيم القاعدة مع المجاهدين اللي غادي. أنا التونسي أسامة مختار هلدي، أمي نعيمة بن مبروك، مواليد 11/6/1990، مولود بخزام الغربية سوسة تونس. أنا رحت على ليبيا مرتين، مرة الأولى يعني على أساس وقت اللي جات الثورة الليبية، فهمت، بحكم غدا كيف كيف يعني نفس الحكاية، على أساس يعني شفت القتل والتشريد اللي قاعد يصير في ليبيا وقصف واحد، فحبيت كلا معناتها هذا يعني أصلا قريب منا يعني شعب بجنبنا، فهمت، على أساس مش ننصر يعني الشعب الليبي. ووقتها كانت فما جمعيات تخدم على الحدود الليبية التونسية، وفيها أشخاص متكفلين بتدخيل يعني المقاتلين الليبي. فدخلت ليبيا والتحقت بوسليم، بوسليم هذا مشرف عليها شخص اسمه بودوجانا، وغادي تعرضت لدورة تدريبية، فهمت، ومن بعدها شاركت في القتال ضد النظام السابق الليبي. بعد فترة بحكم ما قلنا مغلولة حكاية مع تصاد الثورة السورية وكذا وشوذوا في التلفزيون نفس الحكاية يعني مع ليبيا واحد، فكالعادة يعني حبيت نشارك في الثورة السورية، ولكن المرة هذه ما فماش يعني شكون يوصل لسوريا، فهم، بحكم يعني أصلا ما عنديش فلوس وهذا، على أساس رجعت ليبيا باش نخدم. في الفترة ذيك اللي نخدم فيها هني في ليبيا اتصل بي صديقي رضا وقال لي راني ماشي لسوريا، فقلت له نمشي معك، فهم. جاني الغادي على ليبيا هو وزوج وحيد اخرين، واحد اسمه سامي واحد اسمه وليد. ومن بعدها مشينا لتركيا، في تركيا عنده رقم من شخص اسمه ابو احمد، هذا اللي مش تكفل لنا يعني بتدخيلنا سوري. اتصلنا بالشخص هذا اسمه ابو احمد، عنده علاقه بشخص اسمه ابو طلحه، فهمت، ابو طلحه ذا عنده مجموعه جهاديه، فهمت، في سوريا، عنده علاقه بتنظيم القاعده. وهو قال لنا هبطوا لمدينه انتاكيا. هبطنا المدينة انتهى، عاودنا اتصلنا به قلنا له رانا وصلنا وكذا. قال يعني قال لهم مش نعطيكم رقم تاع مهرب اسمه ابو علي وهذا اللي مش تكفل التدخيل. هزنا ودخلنا على سقينا، يعني شقينا جبل ما بين سوريا وتركيا، فهمت،
وتعدينا لسوريا. كي دخلنا لسوريا سلمنا المهرب آخر ما نعرف شو اسمه، عنده شاحنة صغيرة، فهمت، هزنا في الشاحنة ذيكي ووصلنا لمدينة اللاذقية. كي وصلنا لمدينة اللاذقية كالعادة عاود سلمنا المهرب آخر، لكن هذايا عنده سيارة رمادية، فهمت، سياحية. هزنا نحن الأربعة ومن بعد وصلنا لهذا أبو أحمد. هو على أساس أبو أحمد ذا مش يوصلنا ياما لذا أبو طلحة ولا مش يهزنا الجيش الحر، فهمت. فقال لنا راكم مش تمشيوا لمدينة إدلب على أساس غادي مشاكل واحدة، فهمت. اسمي مجدي بن العياش العياري، والدتي حبيبة الجندوبي، من مواليد 23 ديسمبر 1985. كنت متابع الأخبار يعني متاع الثورة الليبية، فتوجهت يعني للحدود التونسية الليبية، وكان هناك يعني فما مخيم للإغاثة متاع إغاثة، يعني لم في العباد مقاتلين باش يدخلوهم من ليبيا ويلتحقوا بالثوار ويقاتلوا. فكنت أنا من بين العباد هذوما يعني. دخلونا ليبيا، هزونا المعسكر بوسليم، المسؤول نتاعو أبو دجانة. أبو دجانة ده يعني أمير تنظيم القاعدة، قاموا بتدريب يعني على أسلحة خفيفة كلاش ومسدسات لمدة 20 يوم مع السلاح، ومن بعد دخلونا مع الكتيبة نتاعهم نقاتلوا ضد كتاب القذافي. بقينا نقاتلوا معاهم حتى يصير سقط النظام يعني ومات القذافي، وعاودت رجعت لتونس كيما دخلت يعني ليبيا، وعاودت رجعت لتونس بنفس الطريقة يعني. فيعني من بعد كالعادة مارس في حياتي عادي، وتفرج في التلفزة في الأخبار كالعادة يعني، بقى قنوات الإخبارية كانت متابعة الثورة السورية. وشو نقول لك، عاودت يعني جت في مخي الفكرة، بما أني يعني قبل شاركت في الثورة الليبية، قلت أنا يعني ليش لأن كمل نشارك في الثورة السورية، فهمت، إذا فما إمكانية. إلى يعني فما نهار مشيت تصلي في العشاء في مسجد النور، يعني مسجد قريب لدارنا، وكان هناك يعني بعد صلاة العشاء فما شيخ اسمه أبو عيسى ده يدور على المساجد، كان يعني لقى محاضرة، عنوان المحاضرة تضامنا مع إخواننا في سوريا، مش بدي يحكي عن الوضع يعني المأساوي في سوريا واللي يصير فيه وكيفاش العباد قاعدة تعذب الغادي ويقتلوا فيها ويذبحوا فيها ويشردوا فيها. وقال أخويا نعاونوهم باللي نقدروا، سواء كان بالفلوس ولا نعاونوهم بالماكلة ولا بالدواء، ولا اللي يحب يلتحق زاد بالثوار، فهمتي، ولا يخاطر معاهم يلتحق بالجيش الحر. فبعد ما كمل الدرس فهمت جبت وحده على جنب وقلت له راهو نحب نمشي لسوريا ونلتحق بالجيش الحر ونقاتل معهم. قال لي راني على اتصال مع شخص في سوريا ذا اسمه ابو احمد، هو قيادي من قيادين تنظيم القاعده وعلى علاقه بالجيش الحر. قال لي اذا تحب فهمتي ولا نكلمه لك ونعطيك رقمه وكتوصل برا له الغادي وتفهم معاه. قلت له باهي. قال لي كلمه هو فهمتني واعطاني رقمه وقال لي يركب لتركيا وكتوصل لتركيا كلمه تاي فهمك شنو تعمل. وصلت لاسطنبول الغادي كلمت ابو احمد، قال لي تركب لانطاكيا وكتوصل لانطاكيا كلمني نقول لك شنو تعمل يا اخي. ركبت خذيت الحافله يعني ركبت في الكار لانطاكيا، وصلت لانطاكيا عاود كلمته قال لي هاتا وجيك شخص من طرفي بكهرباء يهزك يدخلك الحدود السوريه التركيه. بقيت عطاني مكان فهمتي ولا استنى فيه، بقيت استنى فيه الغادي. شخص جات الكهرباء طلعت فيها وصلني للحدود السوريه التركيه، وبعد سلمني زوج اشخاص اخرين دخلوني لسوريا عن طريق جبلية طريق غير مشروع حارق يعني. وصلنا من بعد تعدينا الجبال هذيك، بقينا يعني مدة نمشوا في الجبل، ومن بعد عاد وصلنا لطريق معبد واحد اخر، نلقوا سيارة واحدة اخرى تستنى فينا. طلعت في الكهرباء هذيك، هزني شخص واحد اخر في الكهرباء هذيك تتبع زاد ابو احمد، ودخلنا للاذقية. هزني للاذقية حطني في دار، حطني في دار تابعتهم. بقيت الغد دخلت الدار نلقى زاد ما كنتش وحدي، نلقى جماعة اخرين توانسة اسماهم يعني واحد اسمه محمد اليعقوبي، واحد اسمه محمد بن ثابت، وواحد اسمه سهيل الساقصلي. قام غدا هما توانسة وجاو باش يلتحقوا بالجيش الحر. من بعد جانا ابو احمد سلم علينا وفرح بينا وسالنا يعني اذا كنا متدربين قبل على السلاح ولا لا. انا عن نفسي انا اخبرته اني شاركت بالثوره الليبيه قبل واللي عندي خبره بالسلاح وكذا. قال لنا كهو ما غدوه ان شاء الله الصباح نهزكم فهمتي ولا ونلحقكم بكتيبه نتاع مجاهدين تابعتنا فهمتني، وتقاتلوا وتهبطوا فهمتي ولا باش تقاتلوا ان شاء الله. قال لنا تو الصباح يجيكم مهرب فهمت من طرفي يلحقكم بالكتيبه.
تحية طيبة.